لا الراجل ده يا جماعه طلع فرهده اوفر بصراحه. لا لا، ما انا فرجته على الاميره النائمه وهو نايم دلوقتي ومش هيصحى غير لما حد يبوسه. انا بوسته على فكره وصحي، فاحنا لازم ننجز. طب يا جماعه الخير، انا بعت المنتجين مصر واحد واحد ومفيش واحد فيهم راضي يدفع الفديه بتاعه بيومي فؤاد. مش فاهم الراجل ده طلع اكذوبه بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ قريت الخبر ده؟ تعلن شركة السقالة للإنتاج الفني والمقاولات عن مكافأة لمن يدل على الفنان بيومي فؤاد، والمكافأة ستكون 5 مليون بلس شقة بالدور الأرضي تصلح سكني وتجاري. حلو، نحضر المسكات ونروح لهم؟ لا، الطلعة دي عايزة شغل تاني خالص. اهلا، بحسبكم المعلم عربي سقاله. انا سباكيتي وانا بولونيزي مافيوزو ايطاليانيتو لا شاتيمي كانتاري مافيوزو اللي هي مافيا مافيا يعني. ماشي، منين حته في ايطاليا بقى انتوا؟ من صنع مارجريتو جنب برج ايفيليتو. الله، هو مش برج ايفيليتو ده لمؤاخذه اللي هو في باريس؟ لا، برج ايفل اللي في باريس، لكن برج ايفيليتو ده اللي في ايطاليا. شوتوميتو ايهيتو. ايهيتو ايهيتو لا شاتيمي كانتاري. شكلك انت طلياني طلياني. طيب المهم، فين بيومي؟ بص يا معلميتو، احنا عارفين الاسوليتو، والاسوليتو بتقوليتو توتو على كابوتو. الله، طب هو مش يعني الاول يعني نشوفيتو بيوميتو؟ بسيطه بسيطه حقيته، بس خليك فاكريته، مش بس حياه بيوميته اللي في خطريته، انت كمان شفت ساكليته. ماشي، انتوا بقى طالبين كام فديه؟ 6 مليون دولاريتو. 6 مليون في بيومي؟ ماشي، وانا موافق. طيب يا معلميتو، فين الفلوسيتو؟ بس الأول هتنزلوا مع الرجالة بتاعتي لحد تحت يحاسبوكوا ويعرفوكوا يعني إيه توتو على كبوتو. لا لا، يا معلميتو يا معلميتو، بلاش الونشيتو عشان أنا بيجي لي خانقيتو. بيجي لي خانقيتو؟ ما تتكلم عربي عادي، ده حاططنا في بولدوزر. Ha 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 ha!